أهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. وفقرتنا الآن بدنا نحكي فيها، يعني الصبح لعبنا رياضة، الآن بدنا نحكي عن الغذاء المناسب مع التمارين الرياضية لإعطاء جسم مثالي صحي جميل. الآن حديثنا بدنا نحكي عن البروتين النباتي والبروتين الحيواني، شو الفرق بيناتهم، أهم العناصر الغذائية اللي لازم تدخل لأجسامنا من خلال تناولنا للبروتين. الأشخاص النباتيين كمان بهمنا أنه ياخذوا البروتين المناسب لهم. هل البروتين النباتي يغني عن البروتين الحيواني؟ يعني محاور عديدة بدنا نحكي فيها مع زاهرة القاضية، وهي اختصاصية بالتغذية. صباح الخير زاهرة. أهلاً. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. وبداية خلينا نحكي عن شو الفرق بين البروتين النباتي والحيواني. تمام. هلأ أول إشي قبل ما أحكي شو الفرق، بدي أحكي شو هو البروتين. هلأ البروتين هو عبارة عن أحماض أمينية، أمينو أسيد. هاي بتكون هي وحدات الأساسية اللي بتشكل البروتين. تمام. هلأ في عنا إحنا أحماض أمينية أساسية الجسم ما بصنعها، وفي أحماض أمينية اللي هي الجسم بصنعها. هلأ الفرق بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني انه البروتين الحيواني بنسميه بروتين كامل، بيكون بيحتوي على هاي الاحماض الامينيه اللي هي الجسم ما بصنعها. بس البروتين الكامله الكامل بالبروتين الحيواني. اما البروتين النباتي ما بيحتوي عليها. هذا هو الفرق بين البروتين. فاذا البروتين النباتي ما بيعوض عن حاجه الجسم للبروتين الحيواني. لا طبعا اكيد. والنباتيين ايش يعملوا؟ هلا بنحكي النباتيين. طيب هلا خلينا نحكي مثلا، عم نحكي بروتين حيواني بايش موجود؟ مصادره اللي هي اي شيء يعني من الحيوانات، اللي هو مثلا الدجاج، اللحوم، الاسماك، الحليب ومشتقاته، البيض. هاي هي مصادر البروتين الحيواني. الالبان، الاجبان مثلا طبعاً. ممكن تكون فيها بروتين، يعني مش شرط لحوم. لا مش ممكن شرط نلاقيها بهاي المكونات. صح. طيب النباتي. النباتي اللي هي بتكون بقوليات بشكل عام، ممكن انه في نسبة بسيطة جدا يعني بتكون بالمكسرات مثلا، هاي هي اللي بتكون بروتينات نباتية. طيب الايجابيات والسلبيات للبروتين النباتي او النظام النباتي، يعني أوكي. خلينا نقول الفيجيتيريانز. هلا في ناس تتبع اللي هي النظام النباتي، بفكروا انهم اذا اتبعوا النظام النباتي يعني رح ننحف، او مثلا رح اكون مثلا هيلثي اكثر. هلا في ايجابيات للنظام النباتي، انه هو مثلا بيكون غني بالالياف، لانه بيكون بيركزوا اكثر شيء على الالياف من ناحيه خضار فواكه، بيكون غني بالالياف. كمان شغله انه هو بيكون بقلل مستوى الكوليسترول بالدم، مثلا السكر. ليش؟ لانه البروتين الحيواني بيكون هو يعني مصدر غني بالدهون المشبعه بالكوليسترول، بس مثلا المصادر النباتيه ما فيها هاي الاشياء. تمام. فالاشخاص اللي بيتبعوا النظام النباتي بيكون عندهم الكوليسترول منخفض، السكر منخفض، ضغط منخفض، هاي الاشياء مثلا. شو كمان؟ انه هلا السلبيات اللي بدي احكي عنها للنظام النباتي، انه رح يكون عندهم كثير نقص بفيتامينز ومعادن، لانه مش موجوده غير بالمنتجات الحيوانيه. بالضبط. يعني مثلا هم بكونوا معرضين لفقر دم، بكونوا معرضين لنقص بالكالسيوم، بيؤدي مثلا لا سمح الله لهشاشه عظام مع الوقت. مثلا لانه كمان المصادر النباتيه بتكون اللي هي يعني فيها هي مستوى فيها نسبة حديد، مثلا اللي بدنا نحكي عند اللي مصابين فقر الدم فيها نسبة حديد، بس بيكون احنا جسمنا يعني بيستسهل امتصاص الحديد من البروتين الحيواني اكثر من البروتين النباتي. انواع الأنظمة النباتية. هلا في عنا احنا اكثر من نظام نباتي. هلا هو النظام النباتي بشكل عام اللي هم بيكونوا ماشيين على انهم ما بياخذوا لا حليب ولا بيض ولا مشتقات الحليب. انا بعرف انه النباتيين انواع. بالضبط. يعني في نباتي اللي يعني تماما ما بياخذ اي منتج حيواني، وفي النباتي اللي بس بياكل اللي بيمتنع عن اللحمه والدجاج مثلا، بس بياكل لبنه وبيشرب حليب اللي هم بيكون في أجبان. في النظام اللي هو اوفو فيجيتيريان، اللي هم بيكونوا ماشيين على نظام نباتي بس بدخلوا البيض. في اللاكتو فيجيتيريان، اللي هم بيكونوا ماشيين على نظام نباتي بس بدخلوا حليب ومشتقاته. في الاوفو لاكتو فيجيتيريان، اللي هم بيكونوا ماشيين على نظام نباتي بس بدخلوا حليب ومشتقاته وبيض. وفي اللي هم ما بدخلوا ولا اي منتج حيواني. طبعا كلهم لازم يشتركوا انهم ما بيقربوا على اللحوم الحمراء.
طيب هاي انواعها، لكن مين الافضل؟ يعني افضل هاي الانواع اللي بياخذوا البيض مثلا او بياخذوا الحليب؟ باخذوا حليب ومشتقاته والبيض، انا هيك برايي، لانه هم بيكونوا بياخذوا كمان نسبه كالسيوم منيحه. اما مثلا اللي ماشيين على نظام نباتي بحت، يعني بيكون عندهم كثير فقر في فيتامينز مثل الكالسيوم وحتى الحديد. يعني انا بعرف ناس نباتيين عندهم مشاكل بالحديد ونقص الحديد، صح. مع انهم بياخذوا بياكلوا سبانخ وبياكلوا الجرجير وبياكلوا كل هلا حكيتها انه النباتات اللي فيها حديد، لانه هلا حكينا انه امتصاص الحديد بيكون من البروتين الحيواني، المصادر الحيوانيه أكبر. اسهل من البروتين النباتي. فهلا احنا مثلا بنصح انه النباتيين لما تيجوا انتم تاكلوا مثلا اللي هي زي السبانخ حكيتي، انه مثلا نعصر عليها ليمون، انه فيتامين سي بحسن امتصاص الحديد بالجسم. فانه مثلا هيك يعني انه لازم يحسنوا مستوى امتصاص اللي هي العناصر في الجسم. طيب كيف ممكن نعوض الجسم بالفيتامينات اللي ناقصته اللي هي بتكون موجوده بس باللحوم؟ هل انه اذا اخذنا حبوب او فيتامينز المكملات الغذائيه يعني هلا شوفي هم النباتيين هلا احنا لازم يعني النباتيين هم بشكل عام لازم يعملوا دائما فحوصات، تمام، عشان يعرفوا وين في عندهم نقص. هلا في طريقه انه هم على اساس انهم ياخذوا هاي الاشياء، كيف مثلا لازم انهم يعملوا ميكس بين مثلا المصادر النباتيه اللي فيها بروتين، مثلا زي البقوليات والنشويات. يعني مثلا زي المجدره بيكون فيها مثلا اللي هو العدس والرز. هلا في مثلا حكينا انه احماض امينيه موجوده بالعدس بس مو موجوده بالرز، ممكن فهذا تكون بيكملها بالضبط. فلازم نعمل ميكس، مثلا سندويشه حمص او فول، مثلا اللي هو الخبز مع البقوليات، هيك احنا بنعمل ميكس، ممكن انه نعوض مثلا بعض الفيتامينات. والباقي طبعا اذا ما لقينا في كثير نقص حاد لازم انهم يلجأوا للسبلمنت اللي هي مكملات غذائيه، او مثلا او مثلا انهم لازم ياخذوا مصادر مدعمه، زي مثلا اللي عندهم نقص راح يكون باليود النباتيه، لانه ما بياخذوا اسماك والسمك هو المصدر الوحيد لليود، لازم ياخذوا مثلا ملح مدعم باليود، تمام، مثلا حليب الصويا مدعم بالكالسيوم. عشان هيك دائما بنقول انه اللي بده يتبع اي نظام غذائي سواء كانت حميه او نظام غذائي نباتي لازم يسال اشخاص اصحاب الاختصاص طبعاً. حتى يقدروا يعوضوا. يعني يمكن هاي النصيحه اللي بالاخر بنوجهها للاشخاص النباتيين. بدي اشكرك زاهره القاضي لوجودك معنا، وان شاء الله بنلتقي معك بحلقه اخرى وموضوع اخر يخص الحميه الغذائيه.